السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة هنتكلم عن الكارت المسبق الدفع بتاع العيش. ايه هو الكارت المسبق الدفع دوت؟ الحلقة بتاعت النهارده فيها كل حاجة بالظبط عاوز تعرفها عن الكارت دوت وانا هستفاد منه ايه كمواطن. بس الأول خلونا نبدأ نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أنا محمد أنور ومعاكم في فيديو جديد. بصوا يا جماعة، قيمة كام يوم بالظبط الحكومة نزلت قرار جديد بتطبيق الكارت المدفع اللي هو بتاع العيش جديد. طب انا هستفاد منه ايه؟ خلينا الاول لما متفقين كده ان الكارت دوت ملوش علاقه بالظبط ببتاع التموين، ولا مثلا الكارت بتاع العيش اللي احنا بنروح نجيبه من الفرن، دي حاجه تانية خالص. دي الكارت دوت يا جماعه معمول للناس اللي ما عندهاش بطاقه تموين خالص، تمام. الكارت ده بيجي منين؟ الكارت دوت انا بستلمه من مكتب البريد، وبعد ما بستلمه من مكتب البريد بروح اشحنه. طب انا هستلمه من مكتب البريد واروح اشحنه ليه؟ طب انا كنت بروح اشتري العيش. بص يا جماعه، الاول الناس كانت بتلجا اللي هي تروح تجيب من الافران السياحيه. الفرن السياحي دوت بيبيع رغيف بجنيه النهارده وبجنيه وربع وبجنيه ونص كمان. وزن الرغيف دوت حوالي 60 او مثلا 70 جرام، ومش من الطبيعي كمان تلاقي الناس كلها ملتزمه بالوزن بتاع الرغيف دوت، غير كمان اللي هو غالي. طيب انا هستفيد ايه بقى كمواطن من البطاقه ديت؟ حضرتك بعد ما بتجيب البطاقه من مكتب البريد وتروح تشحنها ب 10 ب 20 جنيه على حسب احتياجاتك انت، بتروح للفرن وبتستلم منه الرغيف. الرغيف وزنه حوالي مثلا بتاع 90 جرام من فرن العيش، تمام. وبتاخد الرغيف ب 80 قرش، الرغيف بيبقى واقف عليك ب 80 قرش. ده وقت هيساعد على ايه؟ طبعا التجار بتاعت الافران السياحيه كانت بتستغل الناس وبتتحكم في سعر بتاع الايه؟ الرغيف. وطبعا الرقابه طبعا بتنزل تبص على الكلام ده كله، في ناس برضو ما بتطلعش الرقابه وكده، والدوله شغاله على الموضوع دوت. انا كمواطن هستفاد ايه بقى؟ ان انا هروح اجيب رغيف ب 80 قرش من الفرنه اللي هي العاديه بتاعتنا المدعمه بس بنظام الكارت. وده طبعا لما التاجر بتاع الفرن السياحي لما يلاقي الناس كلها ابتدت تتجه للفرن اللي هو العادي بتاعنا ويشتروا منه دوت، طبعا هيخلي التاجر ذات نفسه يقلل من سعر العيش ويبطل اللي هو بيعمله دوت، فهنا هيبقى حاكمه السوق بالظبط بتاع الفرن السياحي. ودوت ذات نفسه حاجه انجاز كبير جدا. ليه بقى انجاز كبير جدا؟ اللي احنا هنحاول نحكم التجار دول اللي هم بيتحكموا في الفلوس بتاعت العيش بالظبط وسعر العيش. انا قررت النهارده يا جماعه، انا قلت انا اعمل لكم الفيديو دوت عشان تكونوا فاهمين بالظبط ايه اللي بيحصل حواليكم. وبجد يعني الموضوع كبير جدا، انا شايفه كمحمد الموضوع حلو وهيساعد ناس كتيره جدا. ما تنسانيش بقى تدعمني في لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. السلام عليكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.